كم سؤال بنفسجي هذا اللون، وسؤاله الثالث املأ الجدول الآتي. طبعا احنا عندنا هذا الجدول مصنف، اول سطر عندي اسم الملح واسمه واسم الحامض الذي اشتق منه. تمام بدي يكون أنسى. عندي ذواب ام غير ذواب؟ تمام أنسى. تمام. عندنا أول طيب أول صيغة MG بين قوسين CH3 COO. نعم، خلات شو اسمه؟ المغنيسيوم. خلات المغنيسيوم. نعم، شكرا. او اسم الحمض الذي اشتق منه CH3 COO H حمض الخلات. حمض الخل، نسميه حمض الخل. تماما. وهل هذا ذواب الا لا؟ جواب أنسبه. اذا هو ذواب. نعم، شكرا لك يا ريهام. إيمان العبد الله، في عندي اسم الملح الآخر اللي هو PBCl2، شو مسميه هذا؟ أسي كلوريد الرصاص. كلوريد الرصاص. نعم، الحمض اللي اشتق منه حمض كلور الماء. حمض كلور الماء. نعم، ذواب إلا غير ذواب؟ أسي غير ذواب. إذا هو غير ذواب. نعم، شكرا لك. لاحظوا، قلنا الأملاح الذواب هي كلوريد، ما عدا أربعة أملاح من الكلوريد اللي هو من الرصاص بيكون غير ذواب. تمام، ما عدا أقل كلوريد اللي ذاكر لي بالصيغة PBCl2، هذا كلوريد الرصاص فبيكونوا غير ذواب، حتى لو ذاكر لي في قسم الأملاح الذوابي. تمام. طيب آمنة سليمان، صرنا عند آمنة. أي آمنة، نعم. NH 4 NO3، شو مسميه هاد؟ أنسي نترات الأمونيوم. نترات الأمونيوم، شو الحمض اللي اشتق منه؟ أنسي حمض الأزوت HNO3. نعم، أحسنتي. طيب ذواب أم غير ذواب؟ لا أنسي هو ذواب. إذن هو ذواب. نعم، شكرا لك يا أمينة. من العمورة أيضا في عندي CuSO4، اسمه سي سي يو اس او 4، هي كبريتات النحاس. اسم الحمض الذي اشتق منه هو انسي حمض الكبريت. نعم، HSO4. وذواب ام غير ذواب؟ غير ذواب. اذا هو غير ذواب، عفوا هو غير ذواب. قلنا اللي هو سي يو اس او 4، قلنا هو غير ذواب. طيب أحمد غالي، CaCO3، كبريتات الكالسيوم. كبريتات الكالسيوم. تمام، عفوا كربونات الكالسيوم. حمض الكربون. تماما، أنسي كربونات الكالسيوم. تماما. وش الحمض اللي اشتق منه؟ حمض الكبريت قليلة الذوبان. حمض حمض الكبريت. حمض كبريت اللي كربون. الكبريت الكربون. الكربون انتي خربط. تمام، حمض الكربون. نعم، اذا هوني ذواب ام غير ذواب؟ قليل الذوبان. تماما، قليل ذواب او قليل غير ذواب؟ تمام تماما، قليل ذوبان او غير ذواب، نفس الشيء، نفس المعنى. فلاحظ انه عندي هوني كربونات لما اتحد مع ايون الكالسيوم الموجب، هون يصبح عندي هذول من الاملاح غير ذوابي. لو اشترك عند الكربون مع الصوديوم رح يبقى هون ذواب ام غير ذواب؟ ذواب انسي. اذا هون بيبقى ذواب انسي. تماما، هون بدنا نميز، بس في عندي بس بدل السي ا بنحط ان ا وكا وان اتش 4، هذول الاملاح ذوابي بس هذول. تمام، مش بس انه ما خربط بيناتهم. تمام 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 تمام. في عنا وصلنا عند كامل AlBO4، فوسفات الألمنيوم. فوسفات الألمنيوم. تمام، شو اسم الحمض اللي اشتق منه؟ حمض الفوسفات. حمض الفوسفات. حمض حمض الفوسفور. حمض الفوسفور. نعم، حمض الفوسفور. من هون ذاك الفوسفات جزر، أما الفوسفور حمض. تماما، إذا هو ذواب أم غير ذواب؟ غير ذواب. إذا هو غير ذواب، كمان نفس الشيء مثل الكربونات.
أي شيء بيشترك مع بيحتوي على فوسفات بيكون غير ذواب ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم. أمونيوم صيغته NH4، اللي ما بيعرف شو صيغة الأمونيوم NH4. تمام؟ تمام أنسي. يعني مثلا إنه سؤال إنه سمي أملاح تالي مثل ما هي بيعطيني إياها بالصيغة الكيميائية بهذا الشكل، إحنا بدنا نسميها باسمنا اللي هي بيكون في العربية طبعاً، وممكن إنه يقول لك صنفها بمعنى إنه تصنيف الأملاح، إما بده يقول لك إما ذوابي أو غير ذوابي. تمام؟ هون أنا بدي أكون حافظ شو الأملاح الذوابي غير ذوابي. هلا ذكرنا يكون في الأملاح قليلة ذوباً اللي هي بتحوي على كل شيء، بيحوي على كربونات، على كل شيء بيحوي على فوسفات ما عدا كربونات الصوديوم، كربونات البوتاسيوم، كربونات الأمونيوم، هذه بتكون ذوابي. أما الفوسفات فوسفات الصوديوم، فوسفات البوتاسيوم، فوسفات الأمونيوم، هاي بتكون ذوابي، وما تبقى اللي بيحوي على فوسفات هذول كلها غير ذوابي، نحطهم على جنب. تمام؟ تمام أنتي. إذا ضلوا بقيانين عندهم أسئلة؟ أنتي أنا عندي سؤال. يلا إيمان. أنتي هلق عنا كبريتات النحاس عجب غير ذوابي، نحن عنا بالنحاس الغير ذواب هو بس البي بي والسي اي والبي اي، يعني انه النحاس ذوابي؟ النحاس؟ اسي كبريتات النحاس ايه عنا اياه بالجدول. الجدول ثالثا كبريتات النحاس غير ذوابي بتكون ذوابي ما؟ اسي عجب أنسي لأنه الغير ذوابي معروفات منها مو النحاس. تماما، إذا شكرا لك. فمعناته خربطنا بين الكلور والكبريتات، شايفين كيف هون احنا بدنا ننتبه لها؟